ايه ايه شوفي في حفلة ام كلثوم. وين يا عمي في الحفلة؟ يا عمي خود شوف اذا انا كذب. بشرى سارة الى اهالي مدينة الخليل الكرام. حلو. ولاول مرة في فلسطين. حلو. يوجد حفل ضخم في فندق ابو مازن لكوكب الشرق ام كلثوم. وذلك يوم الخميس يعني بكرة. وذلك يوم الخميس الساعة 9 مساء. سعر التذكرة 250 شيكل. 250 شيكل بدنا نجيبهم هدول. يعني على اساس لو احنا معنا 250 كان لقيتنا في هالبلد. بس بس والله نفسي احضر لها ماجد. انا ام كلثوم نفسي انت طول عمري انا بتمنى تجيب 250 تروح تحضر لها ام كلثوم. هذه لازم نحضر لها. انا هيك بدي احضر لها. وانا والله نفسي احضر لها. بشو الحال اذا انت بتحكي على 250 شيكل بدكم تحضروها؟ نحضر لها. واللي يخليكم تحضروها؟ والله بكون ممنونك يا منجد. معي؟ معك. شو ما احكي لكم بتسووا؟ نعم بنسوي. سكون اسطوري. قلبكم ميت؟ هو في قلب؟ هذا هو؟ جايين كأم كلثوم، جايين على كوكب الشرق. خيرتي قلبي معك وانا بداري وبخبي. انا عارف يا زلمه هذه ام كلثوم ما عمره. شو هذا؟ هون يا معلم الحجي. خيرتي قلبي معك. جايينك روح. وانا بداري وبخبي. شباب نفس ما اتفقنا واحد بفوت. هذا توكل على الله. انت يلا روح. ام كلثوم ايه ده شباب؟ انت وراء ام كلثوم يا زلمه. لو سمحت التذكره. طلع شرفني يا خالي. لو مين حضرتك؟ انا عازف الايقاع مع الحجه ام كلثوم. اسمع وين يا خالي؟ والله نفسي اشوفك من زمان. تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. خلص بدنا نحضر لها ام كلثوم. روح. هيا يلا. وين رايح؟ تذكر لو سمحت. مش عارفني يا زلمه. لا والله ما حصل ليش الشرف اتعرف عليك. انا عازف المزهر مع ام كلثوم. زرتنا البركه. اهلا وسهلا. تفضل حبيبي. تفضل حبيبي. باش تخلص. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حبيبي تذكر هون الحفل صح؟ هون الحفل؟ شو ما عرفنيش؟ لا مين انت؟ بجوع عليك. الله ما عرفتني. والله ما عرفتك. اذا بتعرف ام كلثوم اللي عامل الحفل كله الكبير هذا. انا كلثوم ابنها لام كلثوم. كلثوم يا حبيبي والله زمان نفسي نتعرف عليك. اعطيني التذكرة. هذا التذكرة. تفضل حبيبي. تفضل. اهلا وسهلا. والله عايزني وشفنا كلثوم اخر الايام.